مصر دولة التلاوة، ده مولانا الدكتور علي جمعة الإمام العلامة وزميلي وصديقي العزيز عمرو خليل. أظن عمرو معانا على التليفون لسه. طب تعالوا نشوف البرومو قبل ما ناخد معانا عمرو على التليفون. والضحى والليل إذا سعى رفع سمكها فسواها. أصوات تأخذ بقلبك بعقلك بروحك إلى الملأ الأعلى، أصوات لها حلاوة وعليها طلاوة، كأننا نستمع ونرى قرآنا يمشي على الأرض. رجال أكرموا كتاب الله سبحانه وتعالى فأكرمهم وأعلى من شأنهم وذكرهم. يبدأ في البيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعلام القراء في مصر دولة التلاوة. مصر دولة التلاوة في رمضان. طيب احنا معانا بقى على التليفون زميلي وصديقي العزيز عمرو خليل. ازيك يا عمور؟ كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. الله أكرم يا يوسف، رمضان كريم عليك وعلى مشاهدي التاسعة الكرام، وكل سنة ومصر طيبة والمصريين والعالم كله بخير يا يوسف. اللهم أنت بتضحك علشان عادي ما فيش حد بيقول عمور دي على الهوا. طبعا طبعا يا جو. نحن نختلف عمرو. نختلف عن الآخرين جدا دايما عمرو. طبعا أنا يعني ما عنديش شك ولو واحد في الزليون إن البرنامج ده هيبقى واحد من أجمل البرامج كما جرت العادة مع مولانا علي جمعة وكما جرت العادة معاك بصراحة يا عمرو. الله يخليك. لكن خليني الأول لن أحسدك وإنما أغبطك على إنك دايما مع مولانا الدكتور علي جمعة. يا بختك يا أخي، يا بختك والله بكلمك بجد. والله دعوة أمي بقى، هعمل إيه؟ يا رب يخلي يا رب دايما يا رب ويكتب لك دايما كل الصالح. عمرو كلمني شوية على دولة التلاوة. أنا حتى كنت بقول ما أظنش، يعني القرآن الكريم دايما حلو في المطلق وقراءة القرآن دائما حلوة، بس عندنا في مصر هي أكثر حلاوة وطلاوة ومتعة، حاجة كده تاخدك وتطلعك لسابع سماء. مظبوط. البرنامج المرة دي نهجه ايه؟ لان انا ما اظنوش ان هو مجرد حكي عن القراء المصريين، انا اظنه واخد زاويه ثانيه. تمام. بص يا يوسف، يعني اولا انا عايز دوله التلاوة هو استكمال لما بداوا فضيله الدكتور علي من ثلاث سنين بالظبط. كنا بدانا بمصر ارض الانبياء، ثم مصر ارض الصالحين، ثم مصر ارض المجددين في رمضان الماضي، والسنه دي مصر دوله التلاوه. القاسم المشترك هنا يوسف دايما بيبقى مصر. مصر الحمد لله عامره وذاخره، سواء بالانبياء اللي زاروها وعاشوا فيها او الصالحين والمجددين. النهارده بقى باذن الله مع مصر دوله التلاوه، دايما بيقال يا يوسف ان القران الكريم نزل في الحجاز. طبعا. طبع في اسطنبول. صحيح. وقرئ في مصر. في مصر. وهنا بتاتي عظمه مصر المصريين القران الكريم على مر العصور كلها وحتى اليوم يا يوسف. كم انا خليني اسالك سؤال، من القارئ اللي انت دايما دايما قلبك بيهفو ليه كده ولما بيجي في الاذاعه بتعلي كده الراديو وانت سايق؟ هقول لك الحصري والشعشاعي. تمام. جميل جميل جدا. ليكن فالشيخ محمود خليل الحصري. تخيل بقى ان انت تحب هذا القارئ والعلامة الكبير. احنا بقى ان شاء الله دكتور علي جمعة والعبد الفقير الى الله هنعيشك مع فضيلة الشيخ الحصري منذ ان كان طفل، كيف نشأ وكيف تربى وكيف تعلم، المحطات اللي في حياته، ايضا كمان تميزه في دولة التلاوة بيتميز بايه. أيوة. نهج ان شاء الله كده هنعيش معاه مع 33 من كبار الائمه والقراء. طبعا هم اكثر من 33 ولكن يعني طبعا. يعني ليكن السنه دي ان شاء الله 33 كده مبدئيا يعني. طب انتوا خلصتوا تصوير حلقات ولا لسه؟ الحمد لله. الحمد لله خلصنا تصوير. يا اخي انا قلت بقى هعدي عليك. انتوا بتصوروا كنتوا في مسجد فاضل؟ مظبوط. صح كده؟ صح كده. المساجد الجميلة. يا بختك بقى انت جار مسجد فاضل وجار مولانا الامام علي جمعة وبتطلع مع مولانا على طول. يعني طب احنا
تاتش وود، اللهم لا حسد، ده مجرد فرحه بيك وطمع في ان احنا نبقى جزء من الفضل ده، واحنا كلها نص ساعه وندخل الخميس يعني ان شاء الله باذن الله، خمسه وخميسه في عيد الاضحى، صلي على النبي. حبيبي يا عمرو كل سنه وانت طيب، وتحياتنا لمولانا والنبي لما تشوفه يوصل وبسهوله يبوس ايده، ربنا يخليك يا بوستين. حاضر، ربنا يخليك كل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلامه، وتعيد التاسعه بخير والجميع بخير ان شاء الله، ان شاء الله دايما رمضان شهر فرحه باذن الله. اللهم امين، اللهم امين. كل الشكر لله زميلي يا صديقي العزيز عمرو خليل وبرنامجه مصر دولة التلاوة، ده جد اسم على مسمى، هي اتسمت فعلا كده بالصح وبالمظبوط. طيب